أهلا بكم. من أين انطلقت الطائرات المسيرة أو الصواريخ التي ضربت المشاة النفطية السعودية؟ هل انطلقت من العراق أم من اليمن؟ أليست هذه المشاة هي الأقرب للعراق من اليمن؟ أليست إيران هي من تدفع بميليشياتها إن كان في العراق أو في اليمن لضرب هذه المشاة الحيوية؟ ما هو موقف الحكومة في العراق من هذه الضربات؟ أم أن الحكومة في العراق عاجزة عن إيقاف تحرك الميليشيات التابعة لإيران؟ لماذا سارعت الحكومة في بغداد بالنفي حول انطلاق الضربات من الأراضي العراقية دون تحقيق في هذا الأمر، لتسارع بعد ذلك بتشكيل خلية للتحقيق حول مكان انطلاق الضربات؟ لماذا تسارع الميليشيات بتفضيل مصلحة إيران على مصلحة العراق؟ أليست هذه الضربات تضر بالمصالح العراقية؟ ماذا إذا ثبت أن ميليشيات تابعة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي هي من هاجمت المشاة السعودية؟ كيف سيكون رد عبد المهدي أم أنه عاجز عن كبح جماح الميليشيات في العراق؟ ماذا إذا ثبت أن ميليشيات تابعة لرئيس الوزراء في العراق هي من هاجمت السعودية؟ كيف سيكون رد عبد المهدي تجاه السعودية والمجتمع الدولي؟ ألا تثبت هذه الهجمات أن من يتحدث عن سيادة الحكومة في العراق على جميع أراضي العراق أنها مجرد شعارات وتصريحات إعلامية؟ من الرابح ومن الخاسر من هذه الضربات؟ أليست إيران هي الرابحة؟ أليست هذه الضربات تدفع بارتفاع أسعار النفط عالمياً؟ أليست هذه الضربات تعتبر تهديداً للأمن والسلم الدوليين وضرباً للاقتصاد العالمي؟ أين الأقمار الصناعية الأمريكية عن تحديد موقع انطلاق الضربات باتجاه المنشآت السعودية؟ كل هذه التساؤلات سنناقشها معكم أعزائي المشاهدين في حلقة اليوم من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول موضوع الهجمات على المنشآت النفطية السعودية والتي ترجح كافة المؤشرات أنها انطلقت من الأراضي العراقية وبواسطة الميليشيات التابعة لإيران. فاصل ونعود إليكم. نضبط حركة السلاح والسلاح يكون مضبوط بمجمله من الدولة وكل النشاطات ليس فقط السلاح المقرات، وبدأنا بالتنفيذ. صدور قرار من القائد العام للقوات المسلحة بسحب عناصر الحشد من السيطرات الرئيسية بسهل نينوى. لم أتوقع بأن تصدر عقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية تجاهي تحديدا باعتبار ما قدمناه للشعب العراقي. قلنا لكم عمي لا توقفون قبالنا. بويا هنا البطل، بويا بويا وشوف الفوق. كل من يقول لك الحشد ينحل لا تصدقه حتى لو رئيس الوزراء. أهلا بكم من جديد. قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن مهاجمي منشآت النفط السعودية ربما استخدموا صواريخ كروز أطلقت من العراق أو من إيران. من جانبها نفت حكومة عبد المهدي أن تكون الطائرات التي هاجمت المنشآت النفطية السعودية قد انطلقت من الأراضي العراقية، مؤكدة في الوقت نفسه تشكيل لجنة تحقيق لمتابعة الأمر. نتابع هذا التقرير ونعود إليكم. شيئا فشيئا تستدرج ميليشيات الحشد في العراق نحو منزلق الصراع الأمريكي الإيراني في منطقة الشرق الأوسط، ضاربة عرض الحائط بأمن العراق واستقراره. فبعد أن جلبت تلك الميليشيات على البلاد هجمات صهيونية لضرب مخازن للأسلحة الإيرانية التي تخفيها الميليشيات، إذا بها تورط العراق في جبهة جديدة عبر هجوم على منشآت نفط في السعودية، أعلنت ميليشيات الحوثي مسؤوليتها عنها، بينما تؤكد تقارير أمريكية أن ميليشيا الحشد شاركت في هذا الهجوم أيضا. شبكة CNN الإخبارية الأمريكية نقلت عن مصدر مطلع على مجريات التحقيقات بشأن استهداف معملين لشركة أرامكو السعودية في منطقة بقيق أن الهجوم تم بواسطة طائرات مسيرة أقلعت من العراق وليس من اليمن.
في حين قال صحيفة وول ستريت جورنال أن الخبراء الأمريكيين والسعوديين يدرسون احتمال استخدام المهاجمين على منشآت النفط السعودية صواريخ كروز أطلقت من العراق أو إيران من دون استبعاد فرضية الطائرات المسيرة. تقارير تدعمها أنباء نشرتها صحيفة الرأي الكويتية عن اختراق طائرات مسيرة للأجواء الكويتية قادمة من الشمال باتجاه الأراضي السعودية، وأنها كانت تحلق على ارتفاع منخفض تزامنا مع تعرض المنشآت النفطية في منطقة البقيق في السعودية للهجوم. يدعم ذلك أيضا تصريحات إيرانية وأخرى أطلقها زعماء ميليشيا الحشد ضد من وصفوهم بأعداء إيران، إذ هدد الرئيس الإيراني روحاني سابقا بأن بلاده إذا ما منعت من تصدير نفطها فإنها ستمنع الآخرين من التصدير أيضا، كما أن زعماء الميليشيات في العراق هددوا أكثر من مرة باستهداف المصالح الأمريكية في المنطقة دفاعا عن النظام في إيران. وبالطبع ليست هذه المرة الأولى التي يثار فيها الحديث عن مشاركة ميليشيا الحشد في هجمات ضد المصالح السعودية، فقبل ذلك بأسابيع تواردت الأنباء عن مشاركة طائرات مسيرة انطلقت من العراق في قصف منشآت نفطية في السعودية أيضا، وكالمعتاد نفت الحكومة في بغداد ذلك، إلا أن تكرار هذا الأمر ربما لن يجدي معه النفي، وقد يجد العراقيون أنفسهم متورطين في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل. نعم، استمعنا إلى هذا التقرير. معنا اتصال يوسف من السعودية، تفضل يوسف. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية والدوم، أهلا وسهلا بك. موضوع الطائرات المسيرة التي قصفت مصاب النفط في المملكة العربية يعني تحمل أيدي إيرانية. إيران تقف وراء العمل، وأكدت معلومات استخباراتية بأن طائرات أطلقت من جنوب دولة الكويت بدعم من مسؤولين في رأس السلطة في العراق. النفوذ الإيراني في المنطقة بدأ يتزايد من وقت إلى آخر في صمت أمريكي ودولي رهيب. إيران أصبحت تستخدم عناصر في المنطقة لن أقول مقتدى الصدر، ولن أقول على عادل عبد المهدي، ولن أقول نور المهدي، كل يعرف مكانه في العملية في تلك العملية. الآن نستنكر العملية نحن، وأي اعتداء على المملكة العربية السعودية هو اعتداء الأمة الإسلامية بأكملها. المملكة العربية السعودية دولة مسلمة وهي ثالث الحرمين الشريفين، فأي اعتداء على المملكة هو اعتداء على العالم الإسلامي. وشكرا لكم. أنا أشكرك يوسف من السعودية، كان معنا. معنا اتصال أبو عمر من السليمانية، تفضل أبو عمر. انقطع الاتصال مع أبو عمر من السليمانية. طبعا شبكة CNN الأمريكية قالت بأن الهجوم الذي استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو السعودية نفذ بطائرات مسيرة انطلقت من الأراضي العراقية، انطلقت من الأراضي العراقية، بينما الحكومة مثل ما تحدثنا في بداية الحلقة في المقدمة بأنها نفت أن تكون الهجمات انطلقت من الأراضي العراقية. طبعا نقلت الشبكة عن المصادر المطلعة بأن النتائج الأولية للتحقيق السعودي الأمريكي المشترك بشأن الهجوم تؤكد بأن الطائرات المهاجمة انطلقت من العراق وليس من اليمن كما أعلنت ميليشيا الحوثي عقب الهجوم. وكانت طبعا ميليشيا الحوثي ادعت وزعمت بأنها من قامت بالهجوم على مصنعين تابعين لشركة أرامكو السعودية، وقالت أنها نفذت بعشر طائرات بدون طيار. من جانبها طبعا كما تحدثنا نفت الحكومة في بغداد التقارير التي تحدثت عن أن الطائرات التي هاجمت المنشآت النفطية في السعودية قد انطلقت من الأراضي العراقية. طبعا يبين الأمر يعني إن كان عن طريق الأمريكان أو عن طريق السعودية، يبدو أنه لجنة التحقيق في العراق راح تأخذ وقت طويل، مثل ما لجنة التحقيق اللي لحد الآن ما طلعت بنتيجة اللي شكلت من قبل رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، واللي كان وظيفتها يعني معرفة من هو الذي يقصف مخازن الأسلحة التابعة لميليشيات الحشد الشعبي. يبدو أنه هذه اللجنة الثانية سوف تأخذ وقت طويل، ولكن يعني كل المؤشرات تؤكد على أنه
على أنه الأراضي العراقية استخدمت من قبل ميليشيات تابعة لإيران لضرب المنشآت النفطية السعودية. معنا اتصال أبو حيدر من الفلوجة، تفضل أبو حيدر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. بالنسبة للموضوع، نعم، احنا نعرف الحزب الشيطان والحوثيين باليمن وحزب الشيطان لبنان، هذول كلهم مقايل الكل، والفرس اصلا هم مقايل اليهود. هاي نقطة. نعم. حضرتك بالنسبة للموضوع، لهذا انا اكد لك 100% انفصل من العراق. يعني بحالة اذا صارت تصير حرب بين امريكا وايران، ترى صدقني ايران ما تضرب طلقه على امريكا، اقسم لك بالله. نعم. ايران راح تضرب العرب. يعني هم ايران، امريكا، اسرائيل نفس العقيده، نفس الاسلام، همهم الوحيد شلون يدمرون العرب وشلون يدمرون الاسلام. هاي نقطه. واذا اريد انطيك يعني حتى اثبت لك. نعم. اثبت لك، تسمعني؟ اسمعك واضح. حتى اثبت لك انا ارددها اسرائيل. الجب قتلوا من الامريكيين او من الاسرائيليين، ذول الحشد الفارسي مطايا اليهود، الجب قتلهم، ما قتلوا ولا امريكي ولا اسرائيلي. قل لي الجب قتلوا من العرب من المسلمين بالعراق، قتل هذا الحشد من العرب المسلمين باليمن، الجب قتلوا من العرب المسلمين بلبنان، الجب تروح ضحايا وقتل من العرب المسلمين، مئات الالاف من العرب المسلمين. هو هذا هدفهم، اقول لك بالله العظيم، هدفهم يقتلون العرب والمسلمين. نعم. في حالة اذا صارت امريكا، وما تصير اصلا، هذا مجرد اعلان. نعم. امريكا هي اللي سنتهرب. نعم. زين ابو حيدر، ابو حيدر، ميليشيات الحشد. نعم. الشعبي على اساس تتبع بحسب تشريع برلماني تتبع للقائد العام للقوات المسلحة اللي هو رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، رئيس الحكومة. زين، إذا ثبت بأن وحدة من هذه الفصائل أو اثنين أو ثلاثة هي من أطلقت هذه الهجمات على السعودية، أنت برأيك كمواطن عراقي ردة فعل إن كان عادل عبد المهدي أو كحكومة تجاه السعودية وتجاه المجتمع العربي والمجتمع الدولي؟ والله يا أستاذ عمر ما عندهم ردة فعل. يعني هي أصلا الحكومة الحال، الحكومة اللي تسمى حكومة عراقية، هم أصلا تابعين لإيران. هاي نقطة. واثنين، ترى الحاكم الفعلي في العراق أستاذ عمر، الحاكم الفعلي في العراق قاسم سليماني. هاي نقطة. اثنين، احنا ما ننسى تهديد الميليشيات، يعني هذا يطلع يهدد ضد السعودية، وهذا يطلع يهدد ضد مكة، وهذا يشرب، وهالمعلم اللي يطلعون دعوني اقولها، معلم اللي يطلعون بالتلفزيون ويطلع لك واحد يقول لك انا اذا تصير حرب بين امريكا وايران اصير ويران، هو بالعراق عايش الافندي، ويطلع اصلا بالخنزير ثاني يقول اذا تصير حرب بين العراق وايران اصير ايران، هو عايش بالعراق. يا استاذ عمر، فانت ذول ايش تتمنى من عدو؟ ذول هم مرحوم فارس، هذا رابع من حليف فارس. هاي نقطة. أستاذ عمر، يعني خلي ببالك شغلة واحدة، أقسم لك بالله العظيم، قسما بالله العظيم، اللي يسمي إيران جمهورية إسلامية فلا يعرف الإسلام. هي جمهورية فارسية عمرها ما تصير إسلامية. ولا تصير إسلامية، وبعيدة كل البعد عن الإسلام. ومو مسلم، والله مو مسلم اللي يسميها جمهورية إسلامية. أبو حيدر، أبو حيدر من الفلوجة كان معنا. معنا اتصال مصطفى السيد من مصر، تفضل مصطفى. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أهلا بحضرتك، اسمح لي أحييك وأحيي شعبنا العراقي البطل الشريف، قائد الأمة والوطن والعروبة والشرف ومنبع العزة والشرف والإنسانية، رغما عن أنوف أي حد يتحدث كلامنا. اما يا سيدي بالنسبه للطيران اللي ضرب ارض المملكه العربيه السعوديه وطننا عرب، ده مطلوب يا سيدي من العراق، من القواعد، العصابات والميليشيات الخارجه عن اطار القوانين والشرائع. والكلام ده احنا اتكلمنا فيه مرارا وتكرارا، فيجب النهارده بقى على حكامنا يا ريت تعدلوا الدفه كده وتسيبونا ناخدوا راحتنا في اوطاننا، وتعلنوا التعبئه العامه وتجندوا
الوطنية، هو ده الحل الوحيد، لأن دول مش هيرجعوا عن قتلنا وضرب صاروخنا واللي انضربت صاروخنا وبصرنا أصبحنا بلا موارد بلا قيمة بلا ثمن. فإحنا النهاردة أقوياء، أقسم لك بالله أقوياء وجاهزين للتسليح، بس إحنا ناس نحترم القوانين. سلحونا يا عم نواجه العصابات دي، خلي الجيوش ورا وطلعونا إحنا قدام نواجههم، بس ادعمونا وظباط تاخدنا وهنزينه كويس ونلبس اللبس العسكري تاني. امال احنا كنا بنتدرب على السلاح ليه؟ كنا بنتدربه في الخدمه الوطنيه في جيوشنا عشان ايه؟ ما عشان لما يجي يوم زي ده نختصصه للعصابات ديت. لكن الخوف احنا مش خايفين، اولا لا بنخافه ولا بنتهزده من اي حد. على انجهار النهار واللي يقدر على حاجه يعملها، لا قتلنا ولا سرقنا ولا نهبنا. هنستنى لحد امتى؟ هنستنى لحد ما يخشوا علينا الاوطان يضربوا ثرواتنا وبعد كده يستفردوا بالمدنيين اللي دفعونا؟ المفروض النهارده يعملوا التعبئه العامه وتجنيدنا. الجيوش خايفه، حطونا احنا قدام في مرمى النيران يا عم، واحنا هنعرفه نحتلوا ايران واللي جاب ابو ايران واللي جاب ام ايران. واي حد اي حد في الوطن العربي النهارده ينتمي لايران يتيسط مع ايران يزور النظام الايراني فانت خاين للوطن وتعادي الامه العربيه بالكامل بجميع اديانها. هو ده الحقيقه وده ده الكلام المضبوط والمنطقي. ما عادش ينفع السكوت، خلاص عندنا المخازن، عندنا الاسلحه، عندنا طيران الرفال، عندنا عندنا عندنا. يبقى شويه عصابات زي دول ما يضربوش مقدساتنا وبترولنا واوطاننا واحنا قاعدين صارفين. احنا عددنا بالملايين، لا احد يستطيع ان يستهين بقوتنا، والله قوتنا ما ظهرناها، بس احنا لازم نحترم الشرع والدين والقوانين والعلماء والاساتذه. يلا ما عادش مبرر، يلا جندونا وطلعونا احنا في الاول في اول الجبهه في النار. احنا عاوزين نموت خدمه لاوطاننا، وان شاء الله هينهزموا وهيتفككوا وهيتدمروا وهيعود العراق وهتعود الامه العرابيه بالكامل لمجدها ولتاريخها المشرف. وانا اشكر حضرتك واشكر كل وطن شريف في الوطن العربي. نعم، انا اشكرك اخي مصطفى السيد من مصر كان معنا. ابو احمد من الانبار، تفضل ابو احمد. ابو احمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا اخي العزيز، نشكرك على هذا البرنامج والحلقه بهذا الموضوع. وموضوع يعني احتلال العراق من الميليشيات او الحشد او نقول نعم. احنا اليوم موضوعنا حول اطلاق صواريخ او طائرات نعم. مسيره باتجاه المملكة العربية السعودية وضرب منشآت نفطية. طبعا كل الفرضيات وكل المؤشرات تؤكد بأنها انطلقت من الأراضي العراقية. نعم هو واضح. شنو مصلحتنا بالعراق إذا كانت إيران عندها مشكلة مع أمريكا وعندها عليها عقوبات اقتصادية، تجي هذه الميليشيات تأتمر بأمر إيران وتنفذ عملياتها وتخزن أسلحة إيران بها العراق؟ يعني إحنا يا أما الكيان الصهيوني يضرب مخازن تابعة للميليشيات التابعة لإيران ويتضرر بها المواطن العراقي ويتضرر بها العراق، وإما أنه تستخدم الأراضي العراقية لضرب بلدان عربية مجاورة. شنو مصلحتنا إحنا أخوي العزيز؟ هو مصلحتنا مصلحة هؤلاء يعني الميليشيات اللي موجودة داخل العراق واللي هي متحكم بها بالأول والآخر قاسم سليماني، ومع الأسف العراق ما له سيادة. طبعا هو واضح جدا جدا واضح بأنه ضرب منشآت النفطية لأرامكو في السعودية، طبعا جدا واضح من العراق، لأن هناك فيديوهات نزلت بأنه اتجهت اتجاه الكويت من اتجاه الشمال، الشمال يعني الشمال من اتجاه البصرة. نعم المصلحة هنا تكون مصلحة إيران. قبل أيام هو خامنئي صرح قال نحن نقاتل بالوكالة في العراق، لدينا رجال تقاتل، وفي سوريا ولبنان واليمن، لا للقنباء للموضوع هذا. يعني هناك ناس تشتغل بالوكالة وهم الديول اللي موجودين بالعراق، هذا كله لإدارة المعركة داخل العراق. لإدارة المعركة بداخل العراق يعني ألو نعم وياك أبو أحمد. بس صوتي كان يقطع. نعم لا واضح. نعم هذا يعني تلهية العالم أو المجتمع الدولي، لأن بمعركة داخل العراق أو تكون أرضها العراق
وتكون المنطلق للعمليات الإيرانية والميليشيات من داخل العراق. شوف أنت خلي في بالك أنه إيران استهترت الستار كامل، وإحنا دا نشوف الكيان الصهيوني وأمريكا يعني واضحة كل وضوح وتعرف شيء يصير. أنا برأيي دا أشوف هذا اتفاق كامل لتدمير العراق، لتحطيم العراق، لإنهاء العراق، لإنهاء عربية العراق والتأثير على الدول العربية المجاورة وإنهاء المكون العربي السني بالذات. يعني أنا أعطيك إياها من رأيي يعني خاص. فهل إنه أمريكا لا يعني ما تعرف إنه هاي الصواريخ اللي إجت من العراق أو من إيران أو من الشط العرب أو من البصرة، إنه أمريكا ما عندها القدرة تصد هاي الهجمات؟ ليش هم مو نزلوا بطاريات اللي مضادة للصواريخ أو الطيارات المسيرة حتى لا تستهدف أرامكو باستهداف السابق اللي كان نفس الموضوع من اليمن؟ أنت تتصور إنه اليمن تقدر توصل طيارات مسيرة للمنشآت النفطية؟ لأن يعني تعرف الطيارات المسيرة إلا إمكانية خاصة مثل إمكانية أمريكا، إمكانية إسرائيل، طيارات الدورن هاي الإمكانية الأكبر الحديثة. اليمن ما عندهم هيك إمكانية، حتى لو إيران أصلا ما عندها هيك إمكانية، لكن هم معتمدين على الصواريخ البالستية، الصواريخ الكروز. فالعراق هي مجرد العراق سوف يصبح، ومع الأسف راح يكون ساحة معركة، إن كانت معركة مفتوحة أو طويلة الأمد أو معركة مناوشات. يعني مجرد يعني أرض يعني شلون نقول للأهداف مستهدفة. زين، السعودية في هذا الوقت أو الدول العربية شنو رأيها؟ شنو ردة فعلها؟ طبعا أجبن ما خلق الله هم الخليج، وهم اللي جابوا علينا إيران، وهم جابوا علينا أمريكا. العراق كان جدار الحصين للخليج العربي، وهم تآمروا عليه وجابوا هذول الحثالات وخلوهم يتحكمون بالبلد ويتحكمون بكل الوطن العربي. أتحدى دولة خليجية أو عربية تقدر تضرب طلقة على إيران أو على الحشد. البارحة يعني معلومات تقول أنه طيارات مسيرة إيرانية فوق القصر الأمير بالكويت. لا، ماكو أي رد فعل، ماكو أي رد من الكويت، لأن يعني الكويت هي العميل الأساسي والأول في إيران. لا هذا الأستاذ العزيز، مو احنا واضح الأمر يعني بعد شنو وراها؟ نعم، أكو قضية، أكو خلاف ونزاع بين العراق والكويت في السنوات الماضية، صار اللي صار، بس اتهام مطلق هذا غير صحيح وغير مقبول. أنا أشكرك أبو أحمد، من الأنبار، كان معنا اتصال أم أزهار من بغداد. تفضل يوم أزهار. إيه مساء انقطع. تفضل يوم أزهار. يلا. تفضل يوم أزهار. أم أزهار تسمعيني؟ انقطع الاتصال مع أم أزهار من بغداد. طبعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اتهم إيران بالمسؤولية عن الهجوم لشركة نفطية أو لشركة أرامكو، مواقع تابعة لشركة أرامكو السعودية. بومبيو قال في تغريدة على موقع تويتر بأنه لا يوجد دليل على أن الطائرات التي استهدفت المنشآت النفطية السعودية انطلقت من اليمن، وأضاف بأن على إيران هجوم إدانة أجمع للعالم. نعم، يقول على العالم أجمع إدانة هجوم إيران على إمدادات الطاقة العالمية، وأشار إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير خارجية محمد جواد ظريف يتظاهران باللجوء للدبلوماسية، وأن واشنطن ستعمل مع شركائها وحلفائها على حماية إمدادات الطاقة العالمية. طبعا من جهتها نفت الخارجية الإيرانية الاتهامات الأمريكية بتورط طهران في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية. معنا اتصال أم عبد الله من بغداد. تفضل أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. حضرتك الشريفة إلى كل عربي شريف. أهلا وسهلا بك. أستاذ، هسه إحنا المنطقة اللي العراق وسوريا والدول العربية، ومن اللي يقرر سياسته؟ إيران والحشد. أصلا الحكومة العراقية ما إلها أي سيطرة على سيادة العراق، الحدود مفتوحة، وهسه صار حيصير دولتين، دولة إسرائيل من النيل إلى الفرات،
وسهل نينوى كلها ديها في تل الأحفر إلى اليهود الأكراد زين. وأما بالنسبة إلى ضرب المنشآت النفطية هو ترى من قبل الحشد. ليش؟ لأن عندنا الحوثيين في اليمن وهم اللي يتعاونون مع إيران والحشد في ضرب السعودية. وسبق وإن قلنا سابقا إن السعودية هي في مرمى إيران والشيعة الإيرانيين زين، فهم اللي قاموا بهذه العملية. زين أريد أعرف موقف السعودية شنو؟ يعني راح تبقى سادة السعودية إنه الدول العربية إنه تحت سيطرة إيران والشيعة الإيرانيين مع احترامي للشيعة العرب اللي موجودين بالعراق، راح نبقى على هذا الوضع اللي إنه هم إحنا مهددين؟ بعدين هو أكو قرار من أمريكا وإسرائيل وإيران إنه تقتل كل سني موجود في المنطقة، لازم تهججهم أو تقتلهم أو إبادة جماعية، وهذا بالفعل اللي صار بالعراق وسوريا واليمن. بعدين الحكومة العراقية إنه عادل عبد المجيد بيصرح يقول إحنا ما يصير إنه هذا مو صحيح إنه تستخدم الأراضي العراقية لضرب المنشآت النفطية أو ضرب المنشآت السعودية أو الدول الأخرى. إحنا ما يصير العراق يكون مرمى من العراق إلى ضد الدول الأخرى، هذا ما يصير. ليش ما يصير؟ الحشد هو اللي يقرر السياسة ورئيس الحشد هم اللي يقررون. وبعدين إرسال السعودية هي من يصيب بهذه المشكلة، إنه ليش ما تقرر إنه إقامة مؤتمر عربي إسلامي لمصلحة الوطن العربي وإقامة جيش كبير لملاحقة كل إيراني في الوطن العربي؟ فهذا ما عندنا إحنا هذا الشيء. إحنا قاعدين ساكتين، الإيرانيين بيجون بيسبحون الأراضي مالتنا وبيقتلون شعبنا، وهذا ما صار في العراق وسوريا واليمن. فإحنا ليش ساكتين؟ السعودية ليش هي هسه صار عندها انفتاح نحو الدسكوات والسينمات؟ ليش ما تنظر إلى وضع الشعب العربي في الدول العربية؟ وحتى وصل المد الشيعي الصهيوني المجوسي إلى شمال أفريقيا وإلى الدول الأوروبية بقامة اللطميات. أصلا أصبح حتى اللطميات بوضع سيء، أصلا أساءوا إلى المذهب الجعفري. نعم. يعني أنا أشكرك أم عبد الله من بغداد كانت معنا، معنا اتصال. نعم الاتصال انقطع مع أبو حسن من بغداد. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. هذول الطلاب شو قاعد يعبرون شلون؟ هذا حال الطالب العراقي. اهلا بكم من جديد. يعاود الاتصال بنا ابو حسن من بغداد. تفضل ابو حسن. السلام عليكم اخوي. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. ربي يحفظك يا الله يخليك اخوي عمر. انا عندي اعتقاد ايران هي المعتديه على السعوديه، هاي ما يقبل اي نقاش نهائي. نعم. يعني ايران تريد اشعال المنطقه بالحروب وقتل اكبر عدد من العراقيين او العرب بصوره عامه، على متحافظ على كيان. نعم. مع امريكا واسرائيل، وهذا مصلحتهم. يعني هم يكرهون العرب، يكرهون الاسلام حرب. نعم ابو حسن. عيني. زين ابو حسن، الحكومه قالت احنا ما انطلق من الاراضي العراقيه اي صاروخ واي طائر. تمام تسمعني؟ ابو حسن. أبو حسن تسمعني؟ أبو حسن وياي؟
أبو حسن. إيه. تسمعني لو. السلام عليكم أخوي عمر. وعليكم السلام، أسمعك، تسمعني واضح؟ نعم، أكو مشكلة بالاتصال مع أبو حسن من بغداد، معنا اتصال أبو أحمد من نينوى، تفضل أبو أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، بس نصل التلفزيون. نصل التلفزيون. الله يخليك. أي والله تسلم. بعيني. تسلم عينك. شلونك؟ الله يخليك، الله يسلمك. أستاذ عمر، أتمنى من رب العالمين صواريخ من عدنا رايح. شلون؟ أتمنى من رب العالمين صواريخ من العراق رايح. ليش؟ لأنه ما المبلل ما يخاف. نحن مناطقنا الشنية راحت انتهت. أجي يجون يهجمون الحيطان بعد، حيطانهم راحت. كل شيء ما ظل. خلي بقى يهجموا على الشيعة. هم حيخربون بيوتهم بيدهم. هم حيخربون بيوتهم بيدهم. ولو ما نتمناها، بس هم حيسووا هالشكل بيدهم يخربون بيوتهم. يعني مناطق شنية كل شيء ما ظل. هذا كل شيء ما ظل، نحن بعد ما نخاف. نحن تبللنا، فقد دور عليهم. خلي يضربوا صواريخ على السعودية، يضربوا على الكويت، بلكي أمريكا تجي تضربوا منهم، خلي حصار على العراق حتى نقدم نروح على الجبال من وراء حج الشعبي، مع حج الشعبي في إيران. نروح على الجبال ندور على الأكل. يا أبو أحمد، إحنا هي خام ما راح توقع براس مثلا قائد ميليشيا ولا رئيس حكومة ولا وزير. راح توقع براسنا احنا، براسي وبراسك وبراس الشعب. اذا صارت مشكله بالعراق يعني الماساه راح تصير اكبر والكارثه اكبر. نعم، والمستفيد ايران. نعم. ايه، نحن الشعب نستاهل. يعني يعني كل هالشعب ما يقدر على قيس الخاص، يعني ما يقدر على اوش الخفاجي. نعم، ما على على عينه على راسي. يعني الشعب ما حيشوف ايش حيسوي بينا ميليشيات. يا اخي تقوموا قولوا يابا ما نقبل هالشيء هذا. ها؟ نعم. زين. والله العظيم ابو والله احمد العظيم. عادل عبد المهدي قال مو الاراضي العراقيه اللي انطلقت من عندها الصواريخ. وراها بكم ساعه قال لك لا احنا احنا شكلنا لجنه وراح نشوف هي انطلقت من عندنا لو من غير مكان. يا اخي عادل عبد المهدي اشكو فيه يرحمه الله ابوك. عادل عبد المهدي ما احترماتي على عادل عبد المهدي، كل شيء ماكو بيده. نعم، ما بيده شيء. ما شكل اللجنة على مود الإسرائيلي يوم قالوا من شو اسمه مخازن مال الحج الشعبي انضربت، فين اللجنة؟ نعم. ها اللجنة الأوراق ماله وقعتوا بالماي وراحوا. وين الأوراق مالهم؟ وين اللجنة مالهم؟ يا أخي كلها بي عشاء من إيران تجي برقية كل عادل عبد المهدي دير بالك تقول هالكلام. ما يقدر رجال ما يقدر يحكي. نعم. بس أتمنى من رب العالمين يكون صواريخ من العراق رايحة. بلكي نحن يابا يهجمونا ويا إيران، خلي يهجمونا. خلصونا من إيران. خلصونا من الميليشيات. إن شاء الله العراق تنضرب أول واحد آلي. لا. خلي تنضرب يابا، خلي تروح على الأخضر ويابك. نعم والله احنا اللي نتمناه انه يبتعد العراق عن كل مشكله. هذه مشكله عمر. يعني العراق ما ناقص، العراق ما ناقص استاذ عمر. نعم، انا اقصدك العراق كشعب، العراق كمواطن، العراق كعرب. اكو واحد يريد بيته يخرب؟ نعم. لا. ها اكو واحد يريد بيته يخرب؟ لا. ها استاذ عمر. نعم. اكو واحد يريد بيته تخرب؟ لا طبعا. والله من 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 الفاو من الفاو اذا جاكو ما يريد حياه يرجع، ما يريد بشر يصور. بس يا اخي ما ظل شيء حتى اكو عراضه ما خلوا شيء بينا ما سووا. نعم. ها يعني اش انتم مناطقكم طيبه وقاعدين ومرتاحين، تقاضي يا ميليشيات انتم يعني الا تريدون تنضرب جنوب؟ هو كل واحد يركب سيارته يروح على ايران وخلي الشعب كله يروح بيها؟ يا اخي لا بالله ما طول هالشكل، خلي تنضرب ان شاء الله تروح الاخضر وجابك. نعم. انا اشكرك ابو احمد من نينوى. معنا اتصال ابو اسد من البصره، تفضل ابو اسد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بك، يا هلا بك. حياك الله، يا هلا بك. اخي احنا بدنا نقول نسميها حكومه، هي حكومه تنفيذ بس
هذه كلها هي على الخطف مال السعودية كلها من الشات العجل عن البصر عرب. نعم. صواريخ وطائرات مسيرة ضربوا إيران يلعبوا ضربوا السعوديين البصر. واني واثق من كلامي اليوم يعني هذا اليوم الكلام في الشارع البصري اكيد حول هذا الموضوع. انا جاوب لك هاي على طرفين من السعوديه. نعم. هاي الشغله انا حكيت فيها وعرفت فيها قبل ست ايام اربع ايام يعني قبل الحادثه. انا شكيت بهالموضوع بس ما يعني ما عندي ما عندي يعني بس ما صارت الضربه ومشت بالاعلام عن اشيل الصدق يعني صار يقين عندي بين يعني مشاكل الضربات. اثنين اكو طعم مقر الحصير ببغداد. اكو احد المنشآت الداخل بنص بغداد مليانة صواريخ ايرانية. الزعفرانية هاي انفجرت توقعت بغداد على بكرة تعبية. واني حقرا للزعفرانية يعني تقول جرا. هذا معلومة وصلتني. انا اشترك. زين شنو مصلحتنا احنا نضرب نستخدم الاراضي العراقيه اللي ضرب بلدان عربيه جاره وعندها تمثيل دبلوماسي ببغداد وعندنا والحكومه عندها تمثيل دبلوماسي عندها وعلى اساس العلاقات طيبه ليش هذا الامر؟ يعني الامر صار بعد ما يحتاج له انه الحكومه ما بيدها شيء. الحكومه ما بيدها شيء يا عمي يا تسمون حكومه والله العظيم. نعم. وهذه ايران قاعد تحكمنا بواسطه من الجاز. هو من جاب العدل عبد المهدي على رأس الوزراء. نعم. غالب الشابندر يقول قاسم سليماني هو اللي عينه. طبعا قاسم سليماني هو الناي والحاكم. نعم. قاسم سليماني الحلبوشي جابه وغير الحلبوشي طوى لهم ايران جابوا خلاهم بالمناطق. والحلبوشي شنو هسه يعني هذا شنو يتكلم بالسياسه؟ ايش قد عمره يا مواني؟ اكو خبراء بالبلد، خبراء بالسياسه، خبراء بالاقتصاد، بالنفط، بالكهرباء، يعني ماكو شعيط ومعيط خالي بالوزارات. نعم. عندك شيء وانا اشكرك. نعم. أنا أشكرك أبو أسد من البصرة كان معنا. طبعا البيت الأبيض تحدث حول هذا الموضوع وقال بأن القوات الأمريكية مستعدة للتحرك حال أي هجوم إيراني على السعودية. المستشارة في البيت الأبيض كيليان كونواي يعني تحدثت وقالت بأن وزارة الطاقة الأمريكية مستعدة للسحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي إذا لزم الأمر لتحقيق الاستقرار في إمدادات الطاقة العالمية التي ستتأثر باستهداف منشآت أرامكو. نعم. أم أزهار من بغداد تعاود الاتصال بنا. تفضلي أم أزهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بيك. حييك وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. أهلاً وسهلاً. بالنسبة إلى العراق منسب لإيران. إيران دائماً تهدد السعودية. دائماً تهدد لتضربها. وإيران نفوذها ماشية لكل البلدان الخليجية. كلها تريد تستولى على الدنيا كلها. فخلينا منسب العراق خليده هو محط القتال لهم. ليش؟ لان حكومتنا ايرانيه. لو حكومتنا قويه وعندها قوه وعندها سيطره ما كانت تخلي. نعم. ام ازهار. الو. نعم. هم انقطع. يلا. السلام عليكم. مشكلة بالاتصال. نعم. أم أزهار من بغداد كانت معنا. طبعا نتحدث على ما جاء على لسان الحكومة اليوم. نفت الحكومة رسميا بأن يكون العراق مصدر الطائرات المسيرة التي استهدفت منشآت أرامكو النفطية في مدينة بقيق السعودية أمس السبت. وبيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة عادل عبد المهدي جاء فيه ينفي العراق ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن استخدام أراضيه لمهاجمة منشآت نفطية سعودية بالطائرات المسيرة ويؤكد التزامه الدستوري بمنع استخدام أراضيه للعدوان على دول الجوار. أضاف البيان الحكومي بأن الحكومة ستتعامل بحزم ضد كل من يحاول انتهاك الدستور وأشار إلى أن الحكومة شكلت لجنة من الأطراف
ذات العلاقة لمتابعة المعلومات والمستجدات. أوضح مسؤول حكومي لصحيفة العربي الجديد بأن بلاده لا يمكن أن تقوم بضبط حدود طولها أكثر من 800 كيلومتر مع السعودية مع تعدد الجهات الحاملة للسلاح، وأكد في ذات الوقت بإمكان الأمريكيين تحديد مكان انطلاق الطائرات المسيرة كونهم يغطون الأجواء العراقية بشكل كامل. هذا كلام مسؤول عراقي. طبعا تقارير صحفية أمريكية يعني نقلت خلال الساعات الماضية عن مصادر يعني لم تسميها، قالت بأن الهجوم الذي تعرضت له منشآت أرامكو تم بواسطة طائرات مسيرة أقلعت من العراق وليس من اليمن وفقا لمعلومات أولية. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلت عن مسؤولين في الخليج قولهم بأن الخبراء يدرسون احتمال استخدام مهاجمي منشآت النفط السعودية صواريخ كروز أطلقت من العراق أو إيران من دون استبعاد فرضية الطائرات المسيرة. مسؤول حكومي يعمل في مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تحدث كذلك إلى صحيفة العربية الجديد وقال بأن جميع الافتراضات تقوم على أساس أو الفرضيات تقوم على أساس أن المسافة بين الحدود العراقية والمنشآت المستهدفة في العمق السعودي تبلغ نحو 600 كيلومتر، بينما تفوق المسافة بين اليمن والمنطقة المستهدفة أكثر من 1300 كيلومتر، إضافة إلى ارتباط بعض الفصائل المسلحة في العراق في العراق بعلاقات جيدة مع طهران، وإطلاق بعض تلك الفصائل تهديدات غير مسؤولة تجاه السعودية على حد وصفه. أوضح بأن قوات حرس الحدود المنطقة الخامسة المسؤولة عن الحدود مع السعودية نفت وجود أي نشاط عسكري، واستدرك بالقول بأن الحدود المشتركة بين العراق والسعودية تبلغ 814 كيلومتر، وهذه المسافة كبيرة جدا. ولفت إلى أن لدى الأمريكيين مراصد وطائرات مراقبة وأقماص صناعية، وبإمكانهم تحديد ما إذا كانت الطائرات المسيرة قد انطلقت من الأراضي العراقية. معنا اتصال أبو شيماء من إديالة، تفضل أبو شيماء. السلام عليكم أخويا. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أخويا. هي واقعة يعني من 2003 لحد هذا اليوم هي بين الميليشيات الإيرانية وإيران السيطرة على العراق. نعم. بس نطالب من دول عربية تكون تجربة، يعني صار بالعراق تكون لهم تجربة، يعني خلي يلعبون على نفسهم قبل لا يصير الحال مثل ما صار بالعراق، عندما يشوفون بعينهم الدس صار بالعراق. والله العظيم إذا ظلوا على هاي حالتهم وعلى هذا سكوتهم راح يصير أنقص بهم من العراق. زين يعني ترى إيران، والله ترى هم إيران وهذول ميليشيات ترى هم جبناء، والله جبناء. يعني هسه شلون قبل يعني كان ثلاث مجاهدين يسدون الطريق عليهم من أول للأخير، هو حشد الشعب يسمونه وإيران والعصاب هذا كلهم، ترى هذول مجرد بس حكي جبناء. ترى والله ثلاثة من المجاهدين كانوا يسدون عليهم الطريق ويناجدون الأمريكان، والرتل الأمريكي يجي يخلصهم، وما اللي يظلون معتمدين على أمريكا وغير أمريكا. أمريكا ما تضربهم، ترى أمريكا وإيران دينات مدفنيها سوا. زين خلي يعتمدون على نفسهم، ترى راح يصير الحال بهم أنقص من العراق. زين والله العظيم. زين ونعرف هم ميليشياتهم هاي زبالة إيران تتعرق. نعم. أنا أشكرك أبو شيماء من ديالة كان معنا. طبعا مبروك من الإمارات، يقول في رسالة على الواتساب، يقول الاعتداءات على المنطقة كأنما هي اعتداء على الأوطان من قبل جارة السوء إيران لما تخطط له ضد الأمة ومصالح النفوذ في دول المنطقة من قتل ودمار يمارسه أو تمارسه أذرع إيران، الميليشيات الحرس والحوثي وغيرهم، سيأتيهم يوم زوال خطرهم عن المنطقة، لذلك وجبت الثورة على الأحزاب التابعة لجارة السوء إيران من ميليشيات وحكومات في المنطقة للخلاص من واقع الحال ولإيجاد الوطنيين لحكم العراق والمنطقة ولإعادة الأمن والأمان في العراق. طبعا على الجانب الاقتصادي، يعني وصف خبراء وتقارير متخصصة الهجمات على منشآت النفط السعودية بالتطور الخطير الذي قد يهدد إمدادات الطاقة حول العالم ويدفع أسعار النفط إلى مستويات عالية. طبعا توقع خبراء ومتخصصون في تصريحات بأن تشهد أسعار النفط ارتفاعا حادا بدءا من يوم غدا الاثنين مع افتتاح
الأسواق. وقال الخبير ووزير النفط العراقي السابق عصام الشلبي: تحتاج الأسواق لمعرفة أدق بحجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت السعودية والمدى الزمني الذي تحتاجه أرامكو لإصلاح هذه الأضرار. وأضاف في حديث مع الجزيرة نت بأن الضرر حتما واقع، لكن حجمه يتوقف على هذه المعلومات. تابع: نتوقع أن يكون هناك ارتفاع للأسعار من دولار إلى دولارين بشكل آني عند فتح الأسواق غدا الاثنين، لكن كلما تسربت معلومات تفيد بأن الأضرار كبيرة وأن الفترة الزمنية لإصلاح الأعطال ربما تكون أطول، فإن مستوى ارتفاع الأسعار سيكون أكبر أيضا. توقع وزير النفط العراقي السابق أن يستمر ارتفاع الأسعار لأسابيع وليس لأيام. عصام الشلبي وصف 5 ملايين برميل التي توقفت بسبب الهجمات، طبعا 5 ملايين برميل توقفت بسبب الهجمات بكونها كمية كبيرة، وأنه لا يمكن لأي طرف تعويضها سواء من منطقة الشرق الأوسط أو غيرها. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.